الصديق دجاري يقول أن قح تتعرض إلى هجمة سياسية ويعني من خصومة، يعني لم يكونوا في يوم من الأيام في مرتبة واحدة وكان بينهم شراكة سياسية، كانوا كما أشرت أنت في بداية حديثك أنهم كانوا يعني يعملون بتناغم وينظرون بعين واحدة للأمور وغير ذلك من القضايا التي كانت لم يكن هنالك حديث عن هذه الخصومة. لماذا الخصومة الآن؟ يعني الحديث عن خصومة الآن وشيطنة الآخر وسياسية الإجراءات، على الرغم من أن وجدي صالح نفسه كتب أنه تم استدعاؤه مقابل إجراء قانوني في مواد تتعلق بخيانة الأمانة. للأسف الشديد تعامل المدنيون في مرحلة من المراحل بسياسة شيلنا أشيلك أو اسكت ونسكت، يعني من هذا التعبير، وهو أن يعني سكتوا عن كثير من القضايا تجاه العسكر، وسكت العسكر كذلك عن كثير من التصرفات، لكن للأسف الشديد ما كانوا يتصورون بأن والله هذه القضايا جزء منها قد تكون عبارة عن مفخخات لمحاولة الإيقاع بالمدنيين ومحاولة على كل شيطنتهم في مرحلة لاحقة. للأسف الشديد الصورة اللي رأيناها في طريقة التعامل في لجنة إزالة التمكين واضح فيها لم تكن لأبسط إنسان ممكن ينظر للمشهد بصورة طبيعية يرى بأن هنالك اختلال على كل في طريقة الأداء. الشاهد الآن على كل لسنا الآن بصدد الدخول في النوايا، في أنه والله هل فعلا ما يريده العسكر هي تصفية حسابات، قد تكون واردة، ليس مستبعد في عالم السياسة، كل شيء وارد، لكن خلينا برضو نقول والله ما الذي يجعلهم يتجاوزونك أنت وأنت السلطة الأعلى في الحزب مثلا وكنت ترأس الاجتماع ويأخذون مثلا ب يعني خالد سلك مثلا، ليش ياخذوا خالد وليش ياخذوا مثلا رئيس حزب البعث موجود وليش ياخذوا وجدي مثلا. فتبقى على كل الان الصوره امامنا هي صوره قانونيه، صوره عدليه، هؤلاء كانوا يقومون على راس جهاز حساس جدا، وكان الراي العام كله والشارع السوداني يتابع طبيعه اداء هذه اللجنه. فحتى هذه اللحظه ستصب على كلنا الصوره الذهنيه او الصوره العامه للمواطنين بان والله امام حاله قانونيه يفترض الا تحاول القوى السياسية أن تذهب في اتجاه المناكفات أو محاولة تلبيس الأمور بلبوس السياسة أو محاولة توظيف الحدث القانوني في بثوب سياسي حتى تثبت في تقديري العكس. نحن يجب أن نتعامل في إجراء قانوني مفتوح والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فليس من حق أحد الآن أن يقول هؤلاء مدانين أو أنهم سرقوا أو نهبوا أو فعلوا، ولكن هنالك تهمة موجودة وهنالك أيضا كانت صورة على كل ذهنية موجودة إن والله لجنة إزالة التمكين هنالك خلاف بينها وبين وزارة المالية منذ فترة في عهد بدوي لاحظنا هذا الموضوع، ثم جاء بعد ذلك أيضا وزراء مالية من بعدها إلى أن جاء جبريل. فثلاثة وزراء مالية كلهم يقولون بأن والله ما تقوله لجنة إزالة التمكين من أنها غزت الخزينة خزينة الدولة بأموال ليس صحيحا، وأنت تدرك كيف كان يتم الاستعراض على كل للقائمين على لجنة إزالة التمكين حتى صوروا للشعب السوداني بأنه والله فعلا هنالك كميات هائلة من الأموال كانت منهوبة ومسروقة وتم استعادتها، ثم يفاجأ الشعب السوداني بأنه والله هذه الأموال لم تدخل، خلينا نكون الآن دقيقين، فإنها مثلا لم تدخل إلى خزينة الدولة بحسب على كل الرواية اللي موجودة الآن أمامنا.